الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الدعاء الذي كان يردده النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: هذا من أنفع الأدعية وأجمعها. هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها. ليش؟ قال: اللهم إني أسألك الهدى، والهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل الصالح، والعفاف هو الاستغناء عن الناس، والغنى هو التعلق بالله عز وجل. فإن كانت لديك هذه الأمور الأربعة فقد فزت في الدنيا والآخرة. لذلك هذا دعاء ينبغي علينا أن نحفظه وأن نعلمه وأن نردده، لأن فيه الخير الكثير ونحتاجه في كل وقت وفي كل حين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.